الله جل وعلا يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يلحق بالرجل الصالح أهله وولده فيكونون جميعا في مرتبة الأعلى منهم تفضلا من الله سبحانه وتعالى عليهم ومنا دون أن ينقصهم من ثوابهم وأجرهم شيئا. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أن صلاح الآباء ينفع الأبناء إذا كان الأبناء على الاستقامة وعلى الطاعة لله جل وعلا، فيكرم الآباء بأن يلحق بهم ذريتهم دون أن ينقص أي منهم من أجره وثوابه شيئا.